طيب أستاذ كريم، يعني أريد أسألك عن الامتحانات داخل الصفوف. إحنا ما نعرف شنو الأجواء اللي موجودة هناك، لأن تمنع دخول الكاميرات، أنت تعرف الإعلام ما يقدر يوصل لي داخل القاعة الامتحانية للطلاب. أريدك بكل صراحة تجاوبني على هذا السؤال. اليوم الطالب من دا يمتحن، دا يمتحن مرتاح؟ أكو تبريد موجود بالقاعات؟ أكو مي بارد يقدم إله؟ بالنسبة للامتحانات والتحضيرات اللوجستية أيضا كانت يعني تحضيرات بمستوى عالي جدا. هناك تحضير بالنسبة للكهرباء، احنا طبعا بالمناسبة لدينا تواصل مع مختلف الوزارات، لدينا لجان عليا تشكل مختلف الوزارات. وزارة الكهرباء تعطي استثناء لمدارسنا خلال فترات الامتحانات، وهناك تنسيق عالي هذا الجانب، علاوة طبعا على الحماية الأمنية، وكذلك فيما يتعلق طبعا بالتهيئة داخل القاعات. الوزارة تقدر أن الأجواء حارة خصوصا بعد أكو تبريد أستاذ كريم؟ لا، هو يعني حسب المدرسة وحسب الظروف، يعني في مدارس تبريد وفي مدارس حكومية تبريد وفي مدارس ما بها تبريد. أكو مي بارد يقدم للطلاب أثناء نعم، عملية؟ هذا أكيد، يعني إحنا سواء بتبليغاتنا وكذلك توجيهات نعم. اللجنه العليا الدائمه للامتحانات كذلك، يعني هذه اللوجستيات كلش، يعني هذه اللوجستيات طبيعيه، خصوصا يعني حتى بعض الامتحانات قدمت الى اوقات السابعه صباحا، الغرض من هذا طبعا حتى يعني درجات الحراره، لان هذا تلميذي واكيد يعني تحمله وطاقته تختلف عن الانسان الناضج، ولذلك تراعى هذه التفاصيل، والوزاره كذلك تراعي هذه الامور، خصوصا اننا يعني في هذا العام ما دفعنا الامتحانات الى فترات الدخول مثلا في الاجواء اللاهبه في تموز وآب كما جرت في بعض السنوات بسبب الظروف الاستثنائيه. يعني احنا الان بلشنا امتحانات خصوصا المراحل الاول ثاني ثالث رابع صفوف المرحله الابتدائيه في مرحله مبكره، انتهت قبل ايام وحتى وزعت النتائج. والشيء الاهم انه في هذا العام كان هناك الاعفاء العام والاعفاء الفردي، اكيد معظم الطلبه المتفوقين الان يعني تمتعوا وبداوا يتمتعون بالعطله، وبالتالي الان يعني الامتحانات تجري لمن لم يحققوا العلامات الخاصه بالاعفاء العام. نعم.